أهلا بهم. أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين إن ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة زاد نشاطها عبر جرائم القتل والسطو المسلح والسرقة والاعتداء والابتزاز والاتجار بالمخدرات وسرقة الأعضاء واقتحام المنازل والاختطاف القسري للناس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا سيما ميليشيات وميليشياتها ولا سيما ميليشيات الحشد. واتهمت الهيئة القوى السياسية والأجهزة الأمنية بتقديم الدعم لهذه العصابات حتى بات عناصرها يتحركون بأسلحتها وملابسها وعجلاتها وهوياتها، وتحول كثير من مسلحي الحشد إلى عصابات خطف وابتزاز وسطح مسلح. ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي العوامل والبيئة السياسية والأمنية التي ساعدت على بروز عصابات الجريمة المنظمة في العراق واستفحال خطرها؟ وهل فعلا أضحت هذه العصابات جزءا رئيسيا من بنية الأجهزة الأمنية الحكومية وميليشيات الحشد؟ ولماذا أكثر نشاط هذه العصابات يتركز في المناطق الخاضعة للحكومة وهيمنة الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة؟ وهل باتت عصابات الجريمة المنظمة أكثر بطشاً وقوة من الدولة نفسها ومؤسساتها العسكرية والأمنية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، محمد الشيخلي. أدى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 إلى تهشيم الدولة العراقية وتفكيك معظم مؤسساتها لا سيما العسكرية والأمنية منها، وإيجاد تنظيمات عسكرية بديلة من الميليشيات وفرق الموت الخاصة مكونة من العناصر الإجرامية وأرباب السوابق والهاربين من السجون بعد اجتياح قوات الغزو الأمريكي العراق عام 2003. قويت شوكة هذه الميليشيات وتغولت وتعززت سطوتها العسكرية بعد فتوى السيستان بالجهاد الكفائي عقب سيطرة مسلحي تنظيم الدولة على الموصل وصلاح الدين وغيرها من المدن عام 2014 تحت ذريعة التصدي للإرهاب، وحظيت بدعم أمريكي وغربي عسكري كبير في المواجهات العسكرية مع تنظيم الدولة. وبعد إخراج التنظيم من المدن التي كان يسيطر عليها وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية لحكومة العبادي وضعف المؤسسات الأمنية وعدم قدرتها على التصدي لهذه الميليشيات، تحول عناصرها إلى عصابات جريمة منظمة تمارس نشاطاتها الإجرامية في القتل والخطف والسطو المسلح والابتزاز وغيرها من الجرائم في وضح النهار وبلا رقيب أو متابع. بدأت هذه السرقات للأموال العامة والخاصة بعد استباحة ميليشيات الحشد للمدن السنية التي كانت في قبضة تنظيم الدولة عندما قامت بتفكيك مصفى بيجي وغيرها من موجودات المرافق الحكومية العامة، فضلاً عن سرقة بيوت ومحلات وممتلكات لسكان هذه المدن بدعوى أنها أموال الدواعش. تصاعد نشاط هذه العصابات بشكل مخيف حتى باتت وزارة الداخلية تعلن يومياً عن العشرات من عمليات الخطف والسطو المسلح والاغتصاب والاتجار بالبشر والمخدرات. عصابات الجريمة المنظمة في العراق ليس ثمة صعوبة في ممارسة نشاطاتها والتحرك بحرية تامة لأنها تحمل هويات ميليشيات الحشد وتستخدم العجلات العسكرية الخاصة به، وبالتالي لا تجرؤ أي من الأجهزة الأمنية على اعتراض طريقها أو حتى الطلب من عناصرها إبراز هوياتهم في السيطرات الحكومية. وهكذا أصبحت عصابات الجريمة المنظمة النسخة الأخرى للإرهاب في العراق الجديد، لكنه بدون تحالف دولي لمحاربته ولا حتى فتوى جهاد كفائية لكبح جماحه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة وخطرها في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. وسيكون معنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، ظاهرة الجريمة المنظمة وعصابات الجريمة المنظمة ظاهرة كما وصفها بيان لهيئة علماء المسلمين، وأصبح طبعا لها من الخطر ربما يناظر خطر ما يسمى الإرهاب أو حتى يفوق.
في أي بيئة سياسية وأمنية ظهرت هذه العصابات واستفحلت وتفاقم أمرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد، الأمم المتحدة يعني كبداية للموضوع، الأمم المتحدة عرفت يعني الجريمة المنظمة بأن يعني خلال مؤتمرها لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود عام 2002 عرفتها بأنها مجموعة الأفعال أو العمليات الإجرامية التي تقوم بها جماعة تألف من 3 أشخاص فأكثر، وتكون منظمة مرتكبة خلال حيز زمني متصل وطويل من أجل جني منافع مالية ومادية. هذا التعريف الحقيقة ينطبق على كل الأفعال التي على الشارع العراقي من عام 2003 لحد الآن اللي تقوم بها ميليشيات وعصابات برعاية الدولة، تتحرك تحت مظلة الدولة، لها مطلق الحرية غير محاسبة. البيئة، أنت تسألني عن البيئة المناسبة لوجود الجريمة المنظمة. الجريمة المنظمة لا يمكن أن تظهر في بيئة فيها الأمن مستقر ومستتب، فيها العدالة واضحة، نظام العدالة واضح وصريح، وفيها قضاء حاسم وموثوق به، فيها نظام اقتصادي مسخر لخدمة الوطن ومسخر لخدمة الناس. هذه هم 3 عوامل. نحن في العراق لدينا فوضى عارمة في كل الاتجاهات. بداية فوضى سياسية، هناك أحزاب استولت على السلطة بطريقة أو بأخرى بعد الاحتلال، وهي من جاءت مع الاحتلال تريد أن تمد قدرتها أو سيطرتها على مساحات واسعة من العراق بثرواتها، ببشرها، بكل إمكاناتها. فيها قوى تعمل لصالح أجندات خارجية ولديها أهداف خارجية. أمن مفقود، فوضى عارمة في الأمن من عام 2003 لحد الآن. الأمن، مفهوم الأمن غائب وهو فوضى عارمة. فيها مؤسسات أمنية تعتمد على قوى وعصابات وميليشيات غير منضبطة تتحرك بها. فيها فساد عالي من السياسيين يستخدم هذه العصابات ويستخدم هذه القوى الميليشياوية لتحقيق مآرب وأهداف كبيرة. سنتحدث دكتور عن الاتهام أنه هناك دعم سياسي وأمني مقدم إلى هذه العصابات تتحرك تحت مظلة الأجهزة الأمنية. العفو أستاذ ماجد، لا أنا لا أتحدث عن يعني اتهامات، لا أنا أتحدث عن البيئة التي قامت فيها. نعم، هذه البيئة كانت مهيئة، اقتصاد سوق مفتوح، هم يقولون اقتصاد سوق وهي عدم وجود سياسة اقتصادية، الناس تتاجر بكل شيء، تتعامل بكل شيء. هذا كله جعل هذه العصابات، هذه الأفراد، أمل معدوم، ثقة بالحاضر والمستقبل غير موجودة، أمل بالمستقبل والحاضر غير موجود، إضافة إلى سقوط أخلاقي وقيم، كلها أدت إلى وجود هذه الجريمة. أشكرك أيضا هذا السؤال، يعني أشكرك وصلتنا إلى هذا السؤال. دكتور عبد الحميد العاني، فقط الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تحدث عنها دكتور رافع الفلاحي هي كانت البيئة المناسبة، طبعا هذه البيئة الشاذة كانت مناسبة لبروز هذه الظاهرة، ظاهرة العصابات، عصابات الجريمة المنظمة وتغولها واستفحال أمرها في العراق، أم أن هناك أسباب أخرى ربما غير مادية تتعلق بأشياء من القيم، من البيئة الدراسية وما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتفق مع ما ذكره الدكتور رافع الذي تحدث عن البيئة التي جعلت هذه العصابات تنشط وتنمو في العراق بعد الاحتلال بعد 2003. هذه الأمور والعوامل حينما جعلت هذه العصابات ناجحة، معناها أن من يلتحق بهذه العصابات ربما سيأتيه مردود مالي بحسب ما تجنيه هذه العصابات من جرائم بكل أنواعها التي ذكرنا جانبا منها في بياننا الأخير في بيان الهيئة. هنا نأتي إلى من يعزز هذه العصابات ومن يلتحق بها. إجابة على سؤالك نقول أن الشعب، الناس، المجتمع هنا حينما تضعف لديه جوانب من التربية ومن الأخلاق وعوامل اقتصادية تجعل العاطلين عن العمل، الشباب عاطل عن العمل، ضعف في التربية والأخلاق، ضعف في التعليم، وعدم وجود حساب فقانون
يحاسبه إذا ارتكب مثل هذه القضايا، فيجعل من الطبيعي هنا أنه ينخرط هذا الشاب أو هذه الفئة الشبابية أو تتجه إلى هذا المسلك، لأنه ليس أمامها لا فرص عمل حقيقية، لا يوجد سوق عمل حقيقي، ولا يوجد فرص لإكمال التعليم وغيرها، لا يوجد أمن وأمان، وفي ظل الصراع الطائفي وعدم وجود دولة حقيقية وصراع اجتماعي وانفلات أمني، كل ذلك انعكس على القضايا العلاقات الاجتماعية والتربية الاجتماعية والتربية المدرسية وغيرها ذلك، حتى التربية الدينية، كل هذا أدى إلى أنه تظهر لدينا شريعة من الشباب ضعف أخلاقي، ضعف تعليم، انهار التحصينات المجتمع القيمي، لا يوجد لديه حصانة أنه تمنعه من الانخراط في هذا المسلك وهذا السوق، وهو يرى أن هذا السوق سوقا ناجحا في وجهة نظره، لأنه سيفكر تفكيرا ماديا فحسب، وبالتالي سيعزز الانتماء إلى مثل هذه العصابات التي هي تحظى برعاية حكومية ورعاية الأجهزة الأمنية كما أشار إلى ذلك الدكتور. فهذه العوامل سنتطرق تفاعلت وترافقت مع هذه العوامل الأخرى، فعزز أحدهما الآخر وكان على حساب الشعب العراقي. نتطرق إلى أيضا ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين من هذا الاتهام الخطير، من أن هذه العصابات تحظى بالرعاية والدعم من قبل القوى السياسية والأجهزة الأمنية وأيضا ميليشيات الحشد. وأيضا هنا المستشار السابق لوزارة الداخلية لشؤون العنف المجتمعي حسين نصار الدوري قال إن أغلب الشبكات والعصابات يتورط بها أفراد تتراوح أعمارهم من 16 إلى 25 عام، لذلك نحن نتحدث عن جيل نشأ وكبر في كنف الاحتلال الأمريكي الذي رافقه ارتباك في القيم الاجتماعية وتسيف في المدارس. الوضع العراقي الحالي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة يذكرنا بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. أستاذ محمد الشيخلي في لندن، هل العراق قبل 2003 عرف هذه الظاهرة، ظاهرة الجريمة المنظمة ونشاطاتها الإجرامية؟ هل كان في القانون العراقي سابقا فقرات أو بنود تتطرق إلى هذه الجريمة؟ عالجها القانون العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم، تحياتي لك أستاذ ماجد، والتحيات موصولة للأخوة الدكتور رافع والدكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا. حقيقة الصوت انقطع، عفوا. تفضل أستاذ دكتور محمد، تفضل نسمعك. الله يبارك فيك. تحياتي أيضا لكل المشاهدين. حقيقة الجريمة المنظمة قد غطاها قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69، ونحن في العراق خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات لم تظهر لدينا الجريمة المنظمة إلا في حالات معدودة جدا. الأولى هي حالة أبو طبر والتي يستذكرها كل العراقيين، وهذه تم القضاء عليها بسرعة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية. وجريمة اقتصادية في فترة التسعينات ما سميت بظاهرة سامكو في حينها، ولكن للأسف ما بعد عام 2003 ونتيجة للقرارات التي أصدرتها حكومة الاحتلال المتمثلة ببول برايمر في حل الجيش والمؤسسات الأمنية، بدأت لدينا ظاهرة تتعلق بالجرائم المنظمة. في علم القانون نحن نقول أن الجريمة تظهر في ثلاث، إذا توفر أحد الأسباب الثلاثة. أولا أسباب سياسية، وهنا تنطوي تحته الجرائم السياسية والاغتيالات السياسية، أو السبب الثاني الأسباب الاقتصادية، وهنا تنطوي تحته الانهيارات الاقتصادية في أي بلد، والسبب الثالث هو الأسباب الاجتماعية. ولكن إذا ظهر أحد هذه الأسباب تظهر لدينا الجريمة كنتيجة طبيعية لأحد هذه الأسباب. ما بعد عام 2003 توافرت الأسباب الثلاثة وأسبابها الفرعية في زمان ومكان واحد، وهذا ما جرى في العراق نتيجة انهيار ابتداء المنظومة الأمنية، وثانيا ضعف المنظومة القضائية، ثالثا انهيار المنظومة الأخلاقية التي أدت إلى أن
يتجه الشباب العاطل إلى الانضمام إلى هذه العصابات الإرهابية داخل العراق. ودعنا نوضح أن يعني جرائم الجريمة المنظمة في العراق ما بين غسيل أموال، ما بين قتل، سطو مسلح، غش صناعي، تهريب آثار، جرائم المخدرات، عصابات خطف الأطفال، التجار بالسلاح، تزوير الصكوك، تزوير العملة العراقية، تزوير الشهادات وإلى ما ذلك. وبالتالي فإن ضعف المنظومة القضائية وضعف المنظومة الأمنية داخل العراق وانهيار المنظومة الأخلاقية التي كانت رادعا للشباب العراقي، هذا كله أدى إلى أن تظهر الجريمة المنظمة ما بعد عام 2003 كظاهرة مجتمعية يعاني منها المجتمع العراقي. دعنا نوضح أيضا أن الجرائم الاقتصادية التي منها تزوير ومنها تهريب الأموال ومنها المخدرات وغيرها، هذه لا تأتي إلا بغطاء سياسي. يعني لو لم يكن لديها غطاء سياسي يحمي هذه الجرائم، هذه المنظمات داخل العراق، لم تظهر أو لن تستمر هذه الجرائم المنظمة داخل العراق. الوضع في العراق حقيقة أصبح وضع يرثى له، وللأسف مع وجود القوانين الرادعة لهذا الأمر، ولكن المشكلة في تطبيق القوانين، المشكلة في وجود تغطية سياسية أو حتى مرجعية أو حتى اقتصادية لهذه العصابات المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم. وبالتالي لا أرى حقيقة من خلال المؤشرات الموجودة في الوضع العراقي أن هنالك بارقة أمل بإيقاف على الأقل. سنتحدث إذا سمحت لي دكتور، سنتحدث عن الجهة المنوط بها التصدي لهذه العصابات في ظل هذا الوضع المعقد. هناك اتهامات أن هذه العصابات تعمل بالتواطؤ والشراكة مع الحكومة، يعني غطاء سياسي، وأنت تحدثت وهناك تواطؤ أيضا مع الأجهزة الأمنية والميليشيات. دكتور عبد الحميد العاني، في بيان الهيئة قلتم أن هذه العصابات، عصابات الجريمة المنظمة، تتلقى الدعم من القوى السياسية والأجهزة الأمنية، وهذا أيضا ما ذكر دكتور الشيخلي، وتنشط تحت غطاء ميليشيات الحشد الذي يسمح لعناصره وعناصر هذه العصابات الانتقال عبر بعجلاته العسكرية وهوياته وملابسه العسكرية، وأيضا بالملابس المدنية والأسلحة أيضا، وتحول الكثير من مسلحي الحشد إلى هذه العصابات. هذا اتهام خطير جدا، هل من دلائل؟ كل الإحصائيات التي تتحدث رسميا وغير رسميا، طبعا على قلة الإحصاءات الرسمية التي تخرج من الأجهزة الحكومية، لكن هذه الإحصاءات على قلتها كلها تدلل على هذا الأمر زمانا ومكانا. كيف؟ من حيث المكان، الأماكن التي تكثر فيها هذه الجرائم هي تحت نفوذ هذه الميليشيات ومن يرتبط بها من الأجهزة الأمنية. كمثال على ذلك، أكثر شيء هي مثلا في بغداد التي هي العاصمة. ثانيا، لدينا إحصائية تتحدث عن رقم خطير جدا في النجف في العام الماضي، أكثر من 17,000 جريمة ارتكبت في محافظة النجف وحدها. هنا قبل أيام قليلة حادثة الدجيل وما حدث فيها واتهام هؤلاء الناس للميليشيات المسيطرة عليها. على ذكر أيضا الدجيل، وهناك أيضا حوادث مشابهة كثيرة، خطف شيوخ خزرج في الدجيل، خطف العمال الأتراك اللي يشتغلون في ملعب بغداد في بغداد، خطف أيضا الصيادين القطريين والفدية، خطف الناشطين والمتظاهرين ثم قتلهم كما جرى يعني مؤخرا مع المتظاهر علي العذاري من النجف. نعم، وفي بداياتها خطف البريطانيين، خبراء البريطانيين على يد قيس الخزعلي وميليشياته في وقتها. وهنا نرى الإزدواجية كيف يتعامل الغرب والمجتمع الاحتلال والمجتمع الغربي مع هذه الميليشيات. هذا زمانا مكانا. زمانا نرى أن هذه المعدلات الجريمة ازدادت مع زيادة ظهور هذه الميليشيات وأجهزة أو ميليشيات الحشد تحديدا. وهنا يوجد إحصائية تتحدث على أن 2000 جريمة ظهرت
في آخر الشهر من عام 2017. هذه إحصائيات وزارة الداخلية. وزارة الداخلية 2000 جريمة في آخر الشهر من 2017، وتقول الإحصائية أنه بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2016 الزيادة 40%. إذن هنا يقول المسؤولون أنه هذه نسبة الجرائم ازدادت بعد الانتهاء مما يسمى الحرب على داعش وإعلان الأجهزة الحكومية والأمنية. ثالثا وهو المهم، التقارير، طبعا تقارير مستقلة، الصحافة، الشارع العراقي اليوم كله يتحدث عن أن هذه الجرائم هي ترتكبها هذه الميليشيات بظل الأجهزة الأمنية، وتتحرك كما ذكرت بآلياتها وبأسلحتها، وما يظهر في الإعلام ويتسرب من صور من لبعض الجرائم القليلة جدا كلها تؤيد وتثبت أن هذه الجرائم يتم ارتكابها بواسطة الآليات الحكومية لقوى الأمن الداخلي بمختلف أنواعه. وأذكر هنا أن الأجهزة الأمنية التي تشكلت عقب الاحتلال بقرار بريمر كانت قد تشكلت بشكل أساسي من الميليشيات التي قدمت، ميليشيات القديمة طبعا التي قدمت مع الاحتلال، وكانت قد تأسست وتدربت في إيران وعلى رأسها منظمة. ثم لاحقا التحقت بها ميليشيات الجديدة التي أشرف على تأسيس ميليشيات جيمس ستيل وأيضا السفير الأمريكي السابق نيجرو بانتي. إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة. إذن فاصل ثم نعود لإكمال النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة المتفاقمة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والأستاذ محمد الشيخلي مدير مركز العربي للعدالة. دكتور رافع، اتهام خطير ساقط هيئة علماء المسلمين للحكومة والقوى الحاكمة الموجودة في العراق أن هذه الحكومات من 2003 إلى اليوم تقدم الدعم السياسي والأمني وتيسر وتسهل حركة عصابات الجريمة المنظمة في العراق. هل هذا معقول؟ لماذا الحكومة تقدم هذا الدعم لهذه العصابات الخطيرة؟ أليست نشاطات هذه العصابات وتحركها بهذه الطريقة تنسف الهيبة الأمنية لأي دولة، لأي حكومة؟ كيف تتورط مع هذه العصابات، هذه الحكومات؟ بالإطار العام أولاً أستاذ ماجد، عندما الحكومة تتخلى عن وظيفتها وظائفها اللي هي أولا تحقيق الأمن الكامل للمجتمع والوطن، عندما لا تحقق الأمن للمجتمع والوطن فهي تفتح الباب على مصراعي لكل القوى الشاذة في أن تتحرك على الساحة. عندما الحكومة لا تنشئ نظاما العدالة الجنائية ونظاما قضائيا منضبطا وثابتا وقادرا على أن يعطي حقوق الناس، فهي تدفع الناس إلى الاستعانة بعصابات وقوى مثل هذه لتحصيل حقوقها، ما تراه حقوقا لها أو مشروعة وغير مشروعة. عندما الحكومة تعتمد على قوى مثل الميليشيات والعصابات لتكوين قواها الأمنية وجيوشها الخاصة، فهي بالتالي تؤيد هذه المسألة. عندما تسمح الحكومة بانفلات السلاح بالطريقة التي في العراق، أسواق للسلاح مفتوحة والسلاح متناول كل الأيدي،
فهي تعطي الضوء الأخضر لكل هذه العصابات لأن تتحرك وتستخدم السلاح. فقط أذكرك أذكر المشاهدين الكرام أن موقع ويكليكس الأمريكي تحدث عن أن المالكي رئيس الحكومة آنذاك هو من يشرف ويقود فرق الموت الخاصة التي هي الخزان لهذه العصابات، عصابات الجريمة المنظمة، هو يقودها. نعم نعم. عندما تسمح لهذه الحصابات، عندما يعني هذه الحصابات تخطف الناس وتبتزهم وتهددهم وتهجرهم والحكومة غير مبالية، تتوسط الحكومة وتطلعهم، هذه كارثة أخرى. عندما يحصل هذا فالحكومة شريكة في هذه القضية، يعني لا يعني أن يقف مثلا العباد ويقول نحن نتابع هذه الجرائم ونحن نقف ضدها، هذا كلام لا، وقال كلام هناك معيد دكتور أن هناك 100 ميليشيا خارج سيطرة الدولة، رئيس الوزراء قال هذا كلام خطير، هذه الحقيقة. فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة، تتحرك المجتمع تحت مظلة ما يسمى بالدولة والحكومة. القوى السياسية هذه عندما يكون الفساد في أعلى مستوياته والقوى السياسية تستغل هذا الفساد وتتعامل وتستثمر في هذا الفساد، فبالتالي هي تستثمر بهذه العصابات لتحقيق مآربها، لتحقيق للتغطية على فسادها أو لتحقيق فسادها. الآن التجارة بالعصابات هذه تتاجر من الأعضاء، تتاجر إلى الآثار، وتتاجر من الأدوية إلى الدماء، وتتاجر بكل شيء. والحكومة تعرف عندما لا يكون هناك ضبط من الحكومة وقوانين صارمة تحدد استيرادات الأدوية فهي تتركها للعصابات لتتاجر بها. لذلك الأسواق العراقية الآن مملوءة بأدوية سامة وقاتلة وفاسدة وغيرها، الأغذية كذلك، فيما يخص الآثار، فيما يخص الأعضاء، لأن هذه العصابات أيضا تسيطر على المنافذ الحدودية، وكما قال حاكم الزاملي سيطرة كاملة للميليشيات على الحدود، وبالتالي صارت هذه العصابات تمول نفسها من هذه العمليات. نعم. هذه العصابات تبتز الناس، تسرق الناس، تخطف، تقتل، ولقاء مبالغ. فبالتالي صارت وظيفة هذه في العراق والعصابات. ودعني أقول أيضا، قبل قليل كنت تشير حضرتك إلى أنه ناطق باسم الداخلية العراقية أو كذا يتحدث عن أن الذين في هذه العصابات أو يقومون بهذه الجرائم من أعمار 16 إلى 25. يعني أقول لك وزارة الداخلية، وزارة التخطيط العراقية تتحدث عن أن الشعب العراقي 60% من الشعب العراقي في هذه الأعمار، يعني نحن نتحدث عن إطار سكاني يساوي 60% من عموم الشعب العراقي تتحرك فيه أو تتكون فيه هذه العصابات. وإذا ما يعني استثنينا الأطفال والنساء والشيوخ، فبالتالي يعني تتحدث عن شعب عراقي كامل تتحرك هذه العصابات داخل مجتمعها لتكون نفسها وتكبر وتنشأ وتتغول على المواطنين. هذه كارثة كبيرة الحقيقة، هذا ما موجود، هذه غير موجودة. أنت عندما يكون نظام العدالة قضاة مرتشين ومسيسين ويدفع لهم بمبالغ، الناس تفقد القدرة أو الثقة بالنظام القضائي فتذهب إلى هذه العصابات لتحقيق ما تريده. إذا كان القضاء أو المنظومة القضائية بهذا الشكل من الفساد، وكما قالت الهيومن رايتس ووتش القضاء في العراق قضاء محطم ولا يعتد بأحكامه، نسأل دكتور محمد الشيخ لي إذا القانون المحلي بهذه الصورة المزرية أو الحالة المزرية، هل القانون الدولي يعالج هذه الظاهرة؟ هناك بنود أو فقرات تتعاطى مع ظاهرة الجريمة المنظمة؟ كيف هذا القانون كيف يتعاطى مع الدول والحكومات والأنظمة التي المتواطئة أو المتورطة في جرائم عصابات الجريمة المنظمة كما هو الحال في العراق؟ العراق عضو في اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة، لكن هي المشكلة ليس بالاتفاقيات الدولية وليس في القانون كما ذكرت. قانون العراق في حد ذاته حقيقة يمتلك من الفقرات ما يرجع فيه أي جريمة أو حتى جرائم منظمة منها. لماذا لا تفعل أستاذ محمد؟ لماذا لا تفعل هذه الفقرات والبنود؟ يعني حقيقة احنا لدينا كما ذكرت لدينا ضعف في المنظومة الأمنية بكل درجاتها، ولدينا ضعف في المنظومة القضائية أيضا، ولدينا غطاء سياسي لهذه الجرائم، ولدينا غطاء مرجعي لهذه الجرائم لما يسمى بالحشد الشعبي وفق الفتوى المرجعية. وكلما تتحدث عن الحشد وقالوا لك هذا الحشد مقدس ومن ضمن الفتوى المرجعية،
والجميع يعلم الجرائم التي ارتكبها هذا الحشد أو المنضوين تحت لواء ما تسمى بالحشد الشعب. والمشكلة الأكبر هنا غطاء عشائري. يا سيدي الفاضل، القانون العشائري الآن أصبح بديلاً عن القانون العراقي، وبالتالي نحن أمام مؤشر خطير جداً. أي مجتمع يتم فيه إلغاء القانون الوضعي أو القانون الحكومي وبالتالي يؤتى بقانون العشائري، هذه حقيقة يعني جرس إنذار كبير. نحن نعاني الآن من الغطاء العشائري، الطبيب لا يستطيع أن يعمل، يتعرض إلى ضغوط عشائرية، المحامي لا يستطيع أن يعمل، القاضي لا يستطيع أن يعمل، المهندس لا يستطيع أن يعمل. المفارقة دكتور، الأمر الغريب إذا سمحت لي، أن الحكومة لحد الآن لم تتطرق إلى هذه الظاهرة، ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة، على الرغم من ازدياد نشاطها وتوسع هذا النشاط وتعدد هذه النشاطات الإجرامية واستفحال خطرها حتى باتت ربما الخطر الأكبر بعد ما يسمى الإرهاب. الحكومة لحد الآن لا تتطرق إلى هذه الظاهرة أو تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بها. هذا صحيح، أسف أن الحكومة مستفيدة، يعني المنضوين تحت لواء الحكومة هي مجاميع أو أحزاب أو كتل لديها أذرع دموية فيما يسمى بالمافيا أو العصابات المنظمة، وبالتالي هذا التصدي التصدي لهذه الظاهرة لهذه العصابات، إذا الحكومة كما تقول متواطئة أو أنها ضعيفة، إذا من المنوط به؟ من المهيئ ليتصدى لهذه العصابات التي تشيع الإرهاب والخوف والخطف والقتل في صفوف المجتمع؟ سيدي الفاضل، الأمن المجتمعي في كل مجتمع يعتمد على أسس رئيسية وهي الحكومة والمنظومات الأمنية والمنظومة القضائية. هذه المنظومات للأسف الآن تعاني ما تعاني، سواء الحكومة من هو مستفيد أو من هو ساكت، سواء للقضاء. القضاء يا سيدي الفاضل لا أستطيع أن أحمله كل المشاكل، القضاء موجود، ولكن للأسف التهديدات والضغوط التي يتعرض لها الزملاء القضاة وصلت إلى حد الاختيال، وبالتالي القضاة أيضا هم بشر وليس لديهم أي حماية. هذه من ناحية. المنظومة الأمنية مخترقة جدا، المنظومة الأمنية للأسف هي التي تساعد على استمرار هذه المافيات وهذه العصابات داخل المجتمع العراقي. تعطيك مثل أخي العزيز، نحن في الثمانينيات والتسعينيات وحتى عام 2003 لم يكن في العراق جريمة تسمى جريمة الزنا إلا مرة أو مرتين في السنة أو السنتين تأتينا جريمة الزنا في المحارم على سبيل المثال. الآن زملائي القضاة يبلغوني بأن القضاء العراقي تعرض عليه ما بالشهر الواحد يعني ما يتجاوز 20 أو 25 قضية زنا بالمحارم. هذا مؤشر خطير، مؤشر انهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع العراقي. شباب عاطل عن العمل، شباب يبحث عن المخدرات، شباب يبحث عن الاستسهال في الحصول على المال، يرتكب جرائم، وبالتالي الأمن المجتمعي هو منظومة متكاملة. أشكرك. تتحمل به كل الأطراف في الدولة مسؤولية توفير هذا الأمن. شكرا للدكتور محمد الشيخ لي مدير المركز العربي للعدالة من لندن، شكرا جزيلا. دكتور رافع الفلاحي، يعني هل باتت عملية التصدي لهذه العصابات مهمة مستحيلة أو صعبة بسبب ما يقال أنها أصبحت جزء من هياكل ونسيج المنظومة العسكرية والأمنية في الدولة العراقية بعد 2003، وبالتالي هذه مهمة مستحيلة عملية التصدي لها أو كبح جماحها أو إيقافها ووضع حد لها؟ بداية أستاذ ماجد، أنت يعني لا تذهب إلى النتائج، أنت تذهب إلى الأسباب، أنت تعالج الأساس من كل هذا عندما تعالج الإطار السياسي والاقتصادي والمجتمعي بشكل عام، عندما تعالج النظام السياسي الذي قامت يعني هيئ المناخ والبيئة المناسبة لنشوء هذه العصابات، ستعالج هذه العصابات. لا يمكن أن تذهب إلى العصابات وتلقي القبض على عصابة وعصابتين والنظام السياسي لديه فوضى وفساد، وأنت يجب أن تعالج النظام السياسي أساساً، تزيل هذا النظام السياسي بما فيه من فساد وخراب وسرقات ونهب وطائفية واعتداء على المواطنين وحقوقهم وغياب الوطنية، كل هذا وغياب
التربية والتعليم وغياب الخلق، كل هذا عندما تعالجه بشكل واضح، تعالج هذا النظام، هذا الأساس، ستعالج هذه القضايا بالتأكيد، ستعالج طبيعيا. أما أن تذهب تلقي القبض على عصابة، عصابتين، ثلاث عصابات، 10، 20، لا يعني شيئا، ستتولد عصابات أخرى وجديدة ما دام الفساد قائما، ما دامت الفوضى قائمة أمنية. أنت يجب عليك أن تعالج المنظومة كاملة لكي تعالج هذه العصابات، تعالج البيئة التي نشأت في هذه العصابات. هذا الأساس في كل الموضوع. هذا عندما تعالج الفقر، تعالج البطالة، أنت تعالج بالتالي تغلق الأسباب التي تدفع الشباب إلى مثل هذه الطرق. عندما تعالج المخدرات، تبني مستشفيات جيدة، تبني مدارس جيدة، تبني تعليم جيد، خلق جيد، تعلم الانضباط في المجتمع، تردم البيئة التي، نعم، توقف الرشا، قضاء جيد. فبالتالي هذه يحتاج إلى منظومة سياسية وطنية قائمة على يعني قيم عالية جدا وطنية، فبالتالي تقوم هذه الأشياء. دكتور عبد الحميد العانف، في بيان الهيئة تحدثتم عن أنه نشاط هذه العصابات الإجرامية، عصابات الجريمة المنظمة، ينشط يتركز أكثر نشاطا في المناطق التي تحت سيطرة القوات الحكومية والميليشيات وفرق الموت الخاصة أكثر من غيرها. ما مرد هذا النشاط الكبير، أو أسباب هذا النشاط الكبير لهذه العصابات في المناطق التي يفترض أن تكون أكثر أمنا؟ يعني هذا مثل ما ذكرت قبل قليل، هذا دليل على أن هذه هي العصابات هي تحظى برعاية النظام السياسي وأجهزته الأمنية الموجودة في العراق اليوم، وهنالك علاقة يعني تخادم بين الجهتين. العصابات هي تخدم هذا النظام السياسي، تقدم له الحماية خاصة في إطار الصراع. يعني أصبحت هذه الميليشيات والعصابات هي أداة من أدوات صراعهم فيما بينهم وتأمين مكتسباتهم السياسية، كما أن هؤلاء يقدمون الحماية لهم لهذه الأجهزة أيضا لهذا السبب، وأيضا هنالك الفائدة والمردود الاقتصادي الذي يعود على كلا الطرفين. لذلك هنا الحل يجب أن يكون كما أشار الدكتور قبل قليل، هو أن يكون حلا من الجذور. نحن لا ننظر إلى علاج ترقيعي. ربما أنت سألت سؤالا طبيعيا، لكن هذا السؤال الطبيعي أنه من المسؤول وكيف العلاج، لكن هذا السؤال الطبيعي يكون في دولة طبيعية. أما نحن اليوم في العراق للأسف نعيش في حالة فوضى تشمل كل الجهات، لأنه على سبيل المثال من المسؤول عن قمع هذه العصابات في النظام أو في الدول؟ السلطات الثلاثة كما يسمى، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكنه نحن في العراق نعيش في حالة من الدمار والانهيار في كل هذه المنظومات الثلاثة للأسف. ولذلك نرى هذه العصابات تتزايد وآثارها ستنعكس. ما هي المخاطر؟ ما هي المخاطر المترتبة على استمرار هذه العصابات، ازدياد خطرها، بقاء نشاطها، يعني على المجتمع على الأقل والدولة حتى؟ هذا هو اللي هو الأثر الذي سينعكس على البلد ككل، ولا سيما على المجتمع. لأنه حينما نقول أن هذه العصابات تنشأ أو تنشط في هذه المناطق، إذن المتضرر من هذه العصابات هو الشعب العراقي، الفرد الذي اليوم ينادي ويقول أنه لا يأمن لا على حياته ولا على عمله ولا على أولاده. لا يأمن الإنسان حينما يتحرك من بيته إلى عمله أو إلى السوق أو غير ذلك. إذن سيكون هنالك فوضى، فقدان الأمن هو أساس المشكلة الآن التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي، وهذه مرتبطة بالأمور الأخرى، الانهيارات الأخرى، الفساد الآخر السياسي والاقتصادي والمجتمعي وغيرها. لا بد من تكاتف جهود، وهذه الجهود التي تتكاتف يكون الحل فيها ليس ترقيعيا، نعم، وإنما يكون حلا جذريا بإزالة الأسباب كلها. وهذه الأسباب التي ذكرها الدكتور، البيئة التي جعلت هذه العصابات وغيرها تنشط وتتسع وتتفاقم. لذلك نحتاج إلى حلول جذرية تعالج هذه المشكلة، نعم، والمشاكل الأخرى الكثيرة التي نتحدث عنها ويعاني منها أبناء شعبنا منذ سنين. طبعا مجلة دير شبيغل الألمانية وصفت هذه الميليشيات إبان حرب الموصل
التي ينحدر من هذه الميليشيات عناصر الجريمة وعصابات الجريمة المنظمة، وصفتهم بأن هؤلاء وحوش وليسوا أبطال. وأيضا الجارديا البريطانية وصفت أن ما يجري في الموصل وغيرها من العمليات العسكرية هو عربدة في القتل ليس إلا. إذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي بحثت في مخاطر وظاهرة عصابات الجريمة المنظمة في العراق والغطاء السياسي والأمني المقدم لها. لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، وكان معنا أيضا عبر الهاتف من لندن مدير المركز العربي للعدالة الدكتور محمد الشيخلي. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة النقاش الذي جرى في هذه الحلقة. دكتور، العراق بعد 2003 يبدو أنه تحول من طور دولة الميليشيات وفرق الموت الخاصة إلى طور دولة عصابات الجريمة المنظمة. يبدو ليس هناك من أفق لأن يكون العراق في طور الدولة الحديثة، دولة المواطنة، دولة العدالة الاجتماعية، الدولة التقليدية والكلاسيكية. نعم، نحن يعني في العراق منذ عام 2003 لحد الآن مثل ما أشرت حضرتك ومثل ما جرى الحديث في هذه الطاولة اليوم، نعيش في حالة شاذة، وضع شاذ جدا. هذا الوضع كان وضعا مثاليا تماما لنشوء هذه العصابات، عصابات الجريمة المنظمة. هذا الوضع المثالي، البيئة المثالية تماما والمناخ المثالي لها لنشوءها وتطورها وتغولها في المجتمع العراقي. الحقيقة عندما يعني كنت تختم البرنامج تحدثت عن الموصل، وتحدثت أنا أذكر وجزء من عمليات هذه العصابات، ولماذا نقول أن الحكومة مسؤولة عن هذه؟ عندما كانت الحكومة تضرب بجيشها بقواتها ما تسميها قوات أمنية كثير من المحافظات وتدمرها، كانت هذه العصابات تدخل تحت رعاية الدولة وتحت حمايتها لسرقة البيوت ونهب الناس مرافق الدولة، مرافق الدولة مثلما شاهدنا في مصفى بيجي وغيرها. هذه عصابات منظمة، ميليشيات تمول نفسها بنفسها ولها غايات وأهداف. بالتالي هذه الحكومات، هذه المنظومة السياسية الخربة اللي نشأ منها منظومة اقتصادية خربة، منظومة اجتماعية خربة، هذه هي الأساس. هذه ما تقصدت وهي علماء المسلمين عندما أشارت يعني بدقة وبذكاء إلى هذه القضية، عندما أشارت إليها أرادت أن تدين كل المنظومة السياسية التي ولدت كل هذه العصابات وأدت إلى أن تجعل المواطن العراقي أينما كان، في بيته، في الجامع، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في دائرته، هو خائف ومرعوب لأن العصابات موجودة في كل مكان وموجودة وراء الباب. شكرا دكتور، نلتقي في الأسبوع. شكرا جزيلا. We'll be right back.